وللوقوف أكثر على أوضاع الأهالي في ناحية جرف الصخر ومحاولات تهجيرهم، تنضم إلينا الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عبر سكايب من لندن. مرحبا بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحيي مشاهديكم الكرام. دكتورة، محاولات لإبعاد أهالي ناحية جرف الصخر وإعادة توطينهم في الأنبار، كما يعني يجري التفكير بذلك، ما الذي يمثله هذا القرار إذا ما تم اتخاذه بالفعل وتطبيقه على أرض الواقع من الناحية الحقوقية؟ نعم، يعني كما تفضلتم، إبعاد سكان منطقة معينة عن منازلهم الأصلية إلى مناطق أخرى من دون وجود أي سبب يبرر هذا الانتقال أو هذا التهجير، الحقيقة هو يعد جريمة بحق هؤلاء. ما يخطط له الآن ضد أهالي جرف الصخر هذه جريمة، لأنه لا يجوز أصلا تهجير الناس قسريا، ولا يجوز أيضا عدم إرجاعهم إلى منازلهم. منذ البداية كانت الحكومة العراقية والميليشيات قد ارتكبت جريمة تهجير قسري بحق أهالي جرف الصخر بذريعة الإرهاب. وبعد مرور كل هذه السنوات، وكانت منطقة جرف الصخر من أولى المناطق التي تحررت، مع هذا لحد الآن لم يستطع أهاليها العودة، ولم تسمح لهم لا الحكومة ولا الميليشيات بالعودة إلى منازلهم. إذن هناك جريمة ترتكب بحق هؤلاء، هذه جريمة حرب، خاصة وأن معنى هذا أن هناك تغيير ديموغرافي وإزاحة ومنع للمواطنين من عودة إلى منازلهم الأصلية. طيب دكتورة، إذا كان هذا الإجراء يصنف على أنه جريمة تغيير ديموغرافي، ما المسؤولية القانونية التي تتحملها الحكومة في بغداد إذا تم تنفيذ هذا القرار؟ يعني باعتبار أن هذه الجريمة هي جريمة حرب، فتتحمل المسؤولية كاملة الحكومة العراقية والميليشيات المنضوية تحتها. لا يجوز حسب القانون الدولي أن تقوم أي جهة، حتى الجهات الرسمية، لا يجوز لها أن تقوم بعملية تهجير وتغيير ديموغرافي في هذه المناطق. إذن جميع الأشخاص المتنفذين في الحكومة والذين لهم علاقة بصورة مباشرة بهذا الموضوع، ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالرتب الأقل، جميع هؤلاء أمام القانون الدولي هم مدانون لعدم توفيرهم يعني عودة آمنة لهؤلاء إلى منازلهم الأصلية، كما هو ينص عليه القانون الدولي، خاصة وأن العراق قد وقع على اتفاقية جنيف، وبذلك فهو مسؤول أمام العالم ويتحمل جميع هذه المسؤوليات المترتبة على هذه الجريمة. نعم. طيب دكتورة، أزمة ناحية جرف الصخر ليست جديدة كما تعرفين ويعرف الجميع، كيف تقيمين تعامل الحكومات المتعاقبة مع الأزمة، وهل وجدت هذه الأزمة طريقها إلى الحل؟ مع الأسف الشديد لم يعني نجد أي دور للحكومة في سبيل يعني حل هذه الأزمة. منذ البداية كان القرار صادر ليس من العراق طبعا كما هو معروف، هذا التهجير ومنع العودة أصلا هو القرار باعتراف يعني رؤساء كتل وغيرهم من يمثلوا، يعني كان لهم أدوار في هذه الحكومة، اعترفوا بأن قرار العودة هؤلاء النازحون إلى منازلهم في منطقة جرف الصخر يعني بيد إيران، والميليشيات الخاطعة والتابعة لإيران تنفذ مشروع إيران في المنطقة. نعرف جيدا أن منطقة جرف الصخر الآن فيها مصانع لتصنيع الأسلحة، فيها سجون سرية، فيها أبرياء لا نعرف مصيرهم، هناك حتى مقابر جماعية لأهالي جرف الصخر، هناك جرائم كثيرة ارتكبت في هذه المنطقة، والحكومة العراقية دائما تمارس دور المعتم ودور من يحاول يعني طمس الحقائق
حتى أن الحقيقة يعني لا يستطيع حتى رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الوزراء أن يدخل إلى هذه المنطقة إلا بأوامر من إيران أو حتى أن تسمح له الميليشيات بذلك. نحن نعرف جيدا أن الآمر والناهي في هذه المناطق هي الميليشيات الموالية لإيران وبالتالي إيران. نعم نعم. طيب دكتورة، هل ترين أن هذا التعامل غير الجدي مع من الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية هو أسلوب أو هو منهج لهذه الحكومات ولديها أهداف معينة، أم أنه عجز حكومي واضح عن إحقاق الحقوق للمواطنين هناك؟ لا بالتأكيد هو ليس عجز. الحكومات في كل أنحاء العالم لديها سلطات ولديها قوات أمنية تستطيع أن تنفذ الأوامر متى ما أصدرت الحكومة أي أمر لها، ولكن في الحقيقة هو في العراق يعني الحكومة لا وجود لها، هناك ميليشيات تسيطر على مفاصل العراق وتنفذ المخططات في العراق، وهذا نهج يعني الحكومة ليس الآن، منذ احتلال العراق عام 2003 وهذا النهج مستمر. الكثير من المناطق عانت من التهجير وحتى من إبادة أهاليها ومنع عودة المواطنين إلى منازلهم إلا إذا أرادوا أن يعيدوهم قسرا. كثير من المناطق في العراق لحد الآن لم يسمح لأهاليها في بالعودة، نسب قليلة فقط التي استطاعوا الرجوع إلى منازلهم، وهذا طبعا بعد أن يعني تزوء المواطنين وبعد أن وضعوهم تحت سيطرة كاملة من الميليشيات، ولحد الآن الكثير من المناطق طبعا كما هو معروف لا يوجد هناك إعادة أعمار، وبالتالي حتى هؤلاء الناجحون لا يستطيعون العودة. دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.